فنشوف شنو هو، هل هو هذا الأجلايكون أو الجلايكون الجزء السكري، هل هو مونوسكرايد، هل هو بوليسكرايد؟ زين، إذا كان مونوسكرايد شنو نوع الشوغر الموجود؟ هل هو مثلا جلوكوز، هل هو مثلا فركتوز، هل هو مثلا أرابينوز، إلى آخره أنواع الشوغرز هواية. بس أهم فكرة أنه نعرف أنه هو بولي أو مونوسكرايد. الثيوغلايكوسايدز أو الاسم الآخر إلها هي جلوكوسينوليز. زين، شنو هاي الثيوغلايكوسايدز أو من وين تتصنع داخل النبات؟ تتصنع هاي الجلايكوسايدز are synthesized from substituted esters of thioamino acids. يعني إحنا شنو عندنا thioamino acids بالإنسان أو بالنبات؟ عندنا أهم the most important two thioamino acids are cysteine and methionine. هذني two amino acids بيهن سلفر، وهذا السلفر راح يصير له يعني utilization by other molecules inside the plant or the microorganism or the living organism to be converted into other compounds اللي هي بين قوسين الثيوغلايكوسايز أو الايزوثيوسينيز. زين، ف simply are substituted ester of thioamino acids اللي هو مثل هذا ال زين هذا هو مثلا عندنا هنا هذا ثيو امينو اسيد فسبستيتد استر، يعني هذه الفانكشنال جروب اللي هي الهيدروكسيل صايره ثيو استر. ثيو استر معناتها انه هاي بدل الهيدروكسيل عندنا هنا اس which contain a side chain r and a sulfur linked beta d dicarboxypyranose moiety. مثلا هسه هذا عندنا هنا البيسك نيوكليوس بها الاجلايكون بارت اللي هو هذا عندنا سلفر لينكد بيتا، هذه هنا البيتا لينكيج، وهذا هو الجلوكوبايرانوز او هو الاسم الاخر للجلوكوز، نفس يعني التسمية جلوكوبايرانوز أو جلوكوز. فهذا المركب متكون من R side chain زائدا بيتا دي، يعني بيتا هنا هذه اللينكد at beta orientation جلوكوبايرانوز مويتي، فمتكونة من جزء سكري وجزء غير سكري، وهي مربوطة هنا عندنا بالسلفر S glycoside معناتها. وعندنا هذا اللي هي الفانكشنال جروب اللي هي اسمها الايزوثيوسيانيد. زين، فليش نسميها ثيوغلايكوسايز؟ لأن بها سلفر جروب أو سلفر أتم. هذا هو الـ chemical structure of widely known naturally occurring glucosinolates or thioglycosides. غالبا قلنا يتكون من R اللي هي مكان الارتباط للأجلايكون مثل هذا، فهنا ممكن يرتبط عندنا هذا الفانكشنال جروب او هذا اللي هو الاجلايكون او هذا، يطلع عندنا ديفرنت كيميكالز او هاي. هنا عندنا اروماتكس وعندنا اليفاتكس، هذني يسحولن اليفاتكس لان ما بها اروماتيك رينج، وهذني يسموهن اروماتكس لان بها الحلقه الاروماتيه مثلا هاي الفينل او البنزين. ف إذا صار هنا substitution بالR different
functional groups أو different glycones راح يطلع عندنا مثلاً different glycosides مثلاً يطلع عندنا السينيجرين أو البروغليوتورين. إذا عوضنا aromatic functional group راح يطلع عندنا مثلاً الجلوكوبراسين. ف different chemicals راح نشوف وين موجودات يا نباتات وشنو هي الفوائد مالتها أو الأضرار مالتها. زين. Drug biosynthesis أو thioglycosides شون إحنا أو during العفو شون تتصنع داخل النبات هذه thioglycosides؟ قلنا إنه هي أساساً جاية من ميثيونين أو سيستين. زين اللي هي الأمينو أسيدز اللي بيها different بيها سلفر جروب. فهي ببساطة ليش عندنا many structures of thioglycosides؟ السبب ليش عندنا high structural diversity؟ عندنا many thioglycosides. السبب هو إنه إحنا عندنا بال two donors of sulfur group بالنبات أو الكائن الحي اللي هو السيستين والميثيونين يطلعنا السلفر. زين الـ SH هاي تمنح الـ SH المن اللي هو الـ acceptor. الـ acceptor different chemicals اللي راح يصير لها modification وبالتالي راح تحتوي على الثيوسيانات ايزوثيوسيانات بالنهايه فانكشنال جروب اللي هي مثلا ممكن التايروسين ممكن الفينيلالانين ديفرنت امينو اسيدز ممكن تصير اكسبتر اوف سلفر جروب. زين ويتشكل عندنا بالنهايه الثيوغلايكوسايدز. زين فالستراكشرال دايفرسيتي احنا عندنا هنا بالبدايه اللي هي السيستين والميثيونين هنا ستراكشرهم ثابت يطلنا بس هاي الاتوم اللي هي السلفر بس الاكسبترز ستراكشر مالتها متنوع زين فاريبل. فبالتالي ليش دا يصير عندنا دايفرسيتي ليش دا يتنوع عن الستراكشرز اوف ثيوغلايكوسايدز نتيجه انه الاكسبترز هي متنوعه عندنا ممكن هنا قلنا الاس هي اللي ثابته زين وهنا عندنا الاكسبترز هي فيرساتايل متنوعه اشكال انواع الاستراكشرات ممكن تكون. فزائدا عندنا الشوجر بارت هم بي فاريشن ممكن يصير زائدا الفاريابيلتي كذلك ممكن تجي من انه يصير عندنا كيميكال موديفيكيشن ديفرنت كيميكال موديفيكيشنز لل اجلايكون ستراكشر. مثلا ممكن يصير عندنا بي هيدروكسيليشن ممكن يصير بي عندنا double bond اللي هو olefinic functional group different functional groups ممكن تكون موجودة عندنا بالstructure بالaglycon. فسبب ال diversity نرجع مرة ثانية نقول إنه donors اللي لل thiol group اللي هي موجودة بالthioglycosides اللي هي الS أو السلفر هما نفسهم أو هو بالنهاية بس يعطونا thiol group. زين بس اللي يعطينا الدايفرسيتي هو الاكسبتر بارت اوف during the biosynthesis. الاكسبتر بارت ممكن يكون different chemicals مثل التايروسين اللي هن بالنهايه امينو اسيدز فينيلالانين تريبتوفان هوموثيونين او هوموفينيلالانين. فبالتالي لهذا السبب احنا عندنا بال different aglycone structures زائدا راح نضاف لها different chemical modifications like hydroxylation like olefinic functional groups وبالنهايه راح يصير لها glycosylation different glycosylations. وفي المحصله النهائيه اللي هي thioglycosides تكون variable in structure. حتى بعد ما هاي تصنعت الثيوغلايكوسايدز بعد ما تتحلل يصير لها هيدروليسيس راح يصير لها another modification اللي هي ممكن يصير لها rearrangement وبالتالي راح تتكون عندنا new products. فلهذا السبب راح تكون very diverse chemical chemicals راح تنتج عندنا من هاي ال thioglycosides. فهذا نرجع مرة ثانية many of glucosinolates contain double bonds hydroxyl carboxyl sulfur linkage a small group
of benzyl glucosinolates contain additional sugar moiety, then arabinose or arabinose. and glycosidic linkage to other aromatic rings. Glycosinolates are strongly acidic. مثل هنا عندنا قلنا انه عندنا البنزل جليكو بنزل جلوكوسينوليز contain additional sugar moiety اللي هي ممكن تكون رامنوز او ارابينوز. احنا هسه بالبداية اتفقنا انه الكيميكال ستراكشر اوف ثيوغلايكوسايدز متكون من التالي اللي هو هاي الفانكشنال جروب او هذا البارت. هنا عندنا ار وبهاي الار هي بهاي الحالة عندنا فينيل رينج. زين نفس هاي الفينيل رينج الار ممكن يصير لها اذر او contain additional sugar moiety اللي هي هذه. زين فهاي احنا هنا هذا اللي هي الاصليه اللي هي الثابته بالكيميكال ستراكشر الشوجر هذه. زائدا عندنا هذه نيو شوجر صارت هنا مضافت اللي هي عباره عن او جلايكوسايد. فهو هذا البنزيل جليكوسينوليت ممكن تكون have a dual glycosidic bond اللي هي ممكن تكون ال S وتكون ال O in the same time. فهي عبارة عن S O glycosides. Glycosinolates are strongly acidic, occurs as a salts. زين mainly potassium salt. يعني مثل هذا اللي عندنا سينجرين اللي هو as a potassium salt. زين هذا يرتبط بالأسيدك مويتي اللي هي هذه اللي عندنا الثيول جروب. زين طبعا هو هذا يؤدي إلى أنه تكون موجودة in all physiological solutions. They are hydrophilic compounds because of conjugation with thioglycoside group اللي هي هذه. ف الجنرال فيتشرز مع هاي المركبات انه قلنا انه هي طبعا تكون هايلي اسيدك وهايلي بولر. لهذا السبب تكون ديستريبيوتد ان اول فيزيولوجيكال سوليوشنز وبسبب طبعا البولاريتي مالتها جايه من السولت فورميشن. زين لان هنا اي مركب بي سولت راح البولاريتي مالته تزداد. زائدا عندنا هنا very polar group اللي هي thiol group والشوجر. فذني العوامل ثلاثة راح يؤدن إلى يكون هاي المركبات highly polar molecules. زين glycosinolates co-occur with الميرونيز انزيم الميرونيز ايزو انزيم. زين ان سيبريتد كاونتر بارتس اوف البلانت تشو. شلون ما حكينا احنا قبل بالمحاضره السابقه بالنسبه لل السيانوجينيك جلايكوسايدز الثيو جلايكوسايدز هم نفس الشيء عندها انزيم مسؤول عن الهيدروليسيس مالتها. مثل ما اكو انزيم يصنع الجلايكوسايد اكو انزيم يسوي هيدروليسيس. الانزيم اللي يسوي هيدروليسيس فور ثيوغلايكوسايدز اللي هو اسمه الميروزينيز انزيم. زين هذا الميروزينيز انزيم ما موجود بنفس الكومبارتمنت. فرضا انه الانزيم يتصنع بالابيديرمس فالجلايكوسايد اللي هو عفوا الميروزينيز انزيم مثلا موجود بالابيديرمس اللي هو الانزيم المسؤول عن الهيدروليسيس. فاحتمال نلقى الجلايكوسايد موجود بال مثلا other compartment مثلا بالسبونجي تيشو. فاذا احنا اكلنا مثلا النبات اللي يحتوي على ثيوغلايكوسايدز وصار ميكسينج بين ذا انزيم اند الثيوغلايكوسايد راح يصير عندنا هيدروليسيس وبالتالي راح نحس بطعم الماده اللي هي ثيوغلايكوسايدز او الايزوثيوسايناز. زين فواحد من النباتات اللي بيها طبعا اللي هو الثيوغلايكوسايد الفجل. زين هذا الطعم الحار مالته اللاذع هو سببه الايزوثيوسايناتس جلايكوسايدز. ف
اثناء ما احنا ناكل فجل معناتها دا يصير عندنا شنو؟ انه المايروزينيز انزيم دا يصير له ميكسينج وذ جلايكوسايد وبالتالي راح يصير عندنا هيدروليسيز وبالتالي يطلع عندنا ديفرنت كيميكالز اوف راح يصير لها ري ارانجمنت وتطلع عندنا ديفرنت برودكتس وراح تلعب او ويل بلاي ديفرنت بيولوجيكال رولز انسايد ذا بودي. زين شلون دي يصير عمليه الهيدروليسيس؟ هاي هي السكيم يوضح لنا شلون دي يصير او هذا المايروزينيز انزيم شلون يسوي لنا هيدروليسيس بعد ما يصير ميكسينج بتوين ذا انزيم اند ذا جلايكوسايد. هذا هو الجلايكوسايد. زين الانزيم يسوي لنا هيدروليسيس هذا ال H2O يدخل بالتفاعل ف يطلع عندنا هذا هو الايزوثيوسينيت. زين الايزوثيوسينيت ممكن يصير لها ري ارانجمنت راح يطلع عندنا بالنهايه ديفرنت كيميكلز بسبب الري ارانجمنت انه هذا الانترميديت هو انستابل فممكن يصير له ديفرنت كيميكال modifications وبالتالي راح يطلع عندنا different chemicals or different byproducts upon hydrolysis. فأهم هذه ال products اللي تطلع بسبب ال hydrolysis اللي هو هذا اللي بعدين راح نعرف اسمه اللي هو الجويترين. الجويترين هذا ليش طبعا اسمه جويترين؟ جاي من جويتر اللي هو الغدة الدرقية. هذا يأثر إن على الغدة الدرقية ممكن يسبب لنا بها الجويتر العفو التايرويد جلاند يأثر عليها ممكن يسوي لنا جويتر بها. الجويتر اللي هو تضخم الغدة الدرقية بسبب نقص الأيودين. فهذا الكيميكال اللي هو يطلع upon rearrangement ممكن يسبب لنا medical problems. زين شنو هي النباتات اللي تحتوي على الثيوغلايكوسايز؟ طبعا الثيوغلايكوسايز موجوده اكثر شيء بنباتات الفلقتين. شنو هي الدايكوتيليدونز اللي هي هاي كمختصر نختصرها باسم دايكوت. زين دايكوت اللي هو النبات اللي يحتوي على فلقتين يعني البذره مالته اذا فتحناها شلون الباقله؟ زين اذا فتحناها راح تكون بها متكونه من شقين او فلقتين. ف هذه هي نباتات الفلقتين. طبعا تختلف من ناحيه بس هي بالنهايه هي انجيوسبيرم نباتات مغطاه البذور. مثلا النبات الاذره هو نبات فلقه واحده فيكون يختلف من ناحيه الاوراق من ناحيه الباسكولار سيستم مال النبات من ناحيه الزهره كذلك يختلف. مثلا يكون عندنا هنا الفلور بارت متكون من مضاعفات رقم 5 او 4 بينما هنا of three multiplets هاي هنا البتلات او الاوراق مالت الزهره متكونه من ثلاث بتلات بينما هنا يكون من 5 أو 4. فهاي بس يعني معلومه للتوضيح شنو الفرق او شنو هو الدايكوتيلودونس بلانتس اللي هي النباتات اللي هي تحتوي على او تكون بذور ذات فلقتين. مثل أهم عائلة بهاي النباتات الفلقتين اللي هي العائلة اللي هي براسي كيسي اللي هي أو الكروسيفيسي فيرا كروسيفيسي فيرا اللي هي نباتات اللي تشمل اللهانة القرنبيط الكلم الترنيب اللي هو الشلغم. زين فهذين النباتات يحتوون على الثيوغلايكوسايز. ف عندنا طبعا اكثر من ثلاثمائة وخمسين جينس واكثر من 3000 سبيشيز يعني اكثر من 3000 نوع من النباتات يحتوي على الثيوغلايكوسايز. زين 20% من
all of 140 glucosinolates are accumulated in brassica genus اللي هو نباتات اللي هي هذه الترنيب اللي هو الشلغم الكورابي اللي هو نبات الكلم القرنبيط زين الكوليفلاور او اللهانه هذني كلهن يحتوون على البروكلي زين كلهن يحتوون على الثيوغلايكوسايدز زين ومن المعلومات يعني شلون الانترستنج انه هاي النباتات اللي هسه حكيناها كلها اللي هي البراسيكا جينس كلهن يرجعن نفس النبات اللي هو الماسترد بلانت زين فليش عندنا هاي النباتات احنا هسه متنوعه او عندنا ماني سبيشيز السبب يرجع الى انه الارتفيشال سيلكشن اللي هو انتخاب الصناعي الانسان هو ده ينتخب صفه معينه مثلا ينتخب صفة ال الفلاور بادز راح يطلع عندنا مثلا القرنابيط ينتخب مثلا صفة خاصة بالجذور زين راح يطلع عندنا الشلغم زين او يطلع عندنا الكرابي الكلم زين ف هذا هو الارتفيشال سيلكشن يعني هن ذني نباتات بالحقيقه او بالواقع ما موجودات سابقا بالطبيعه بس الانسان هو بسبب تدخله صنع هذني النيو بلانتس اور نيو فيجيتابلز اللي هي نستخدمها اليوم زين طبعا الجلايكوسايدز الموجوده بالبراسيكا جينس شنو هي؟ مثلا عندنا خاصه بالبراسيكا بلانت اللي هو نبات الماسترد عندنا مثلا السينجرين اللي هو بالنبات البلاك ماسترد سيدز بذور الخردل السوداء او عندنا اللي هو الاروماتيك ماستر الاروماتيك ثايوجلايكوسايدز اللي هو سينالبين اللي موجود بالوايت ماستر سيدز نبات الماستر ذو البذور البيضاء زين the most common are اكثر الثيوغلايكوسايدز الشيوعا الموجوده بالطبيعه اللي هي الجلوكو براسين او الجلوكو فانين او البروغايتورين زين البروغايتورين هذا يتحول بالنهايه الى الجويتورين اللي هو قلنا هذا الثيوغلايكوسايد او العفو الايزوثيوسينات المسؤول عن نشوء الجويتر اللي هو تضخم الغده الدرقيه ثايرويد جلاند. ثيوغلايكوسايدز ار فوند ان ات ليست 500 سبيشيز اوف نون كروسيفيراس بلانتس يعني هسه قبل شوي احنا حكينا قلنا بالاكثر شيء موجود بالكروسيفيراس النباتات اللي هي من عائله الماسترد زين زين بس other families موجود كذلك عندنا اهمها اللي هي مثلا الكابريسي الكابريسي هذا طبعا هو اهم نبات موجود بالعراق زين يستخدم mainly as tormental plant او نبات زينه وعندنا نبات اخر هو البان او المورينجا زين كذلك يحتوي على يحتوي على الايزوثيوسينات او هي الثيوغلايكوسايدز زين الجليكوسينوليز كونتنت ان بلانتس از هايلي فاريبل ليش يتنوع او ليش تكون متذبذب او ليش تكون متفاوت هذا الكونتنت اوف ثيوغلايكوسايز طبعا هذا نتيجه الظروف البيئيه زين اذا انفايرمنتال فاكتور سويل فيرتيليتي باثوجينز اذا موجوده عندنا فماني ديفرنت فاكتورز راح تاثر لنا على الكونتنت فمثلا اذا كانت كنا ظروف اوبتيمم اور ستاندرد للنبات راح يبدي يصنع اللي هي هاي السكندري ميتابولايت اذا كانت الظروف سيئه للنبات راح تكون نبات يعني محتار بنفسه حتى يعيش مو حتى يصنع اللي هي السكندري ميتابولايت زين فكمثال على الفاريابيلتي اند جليكوسينوليت
كونتنت انه اذا الفيرتلايزيشن بحد ذاته ممكن ياثر على الكونتنت. مثلا اذا كانت التربه insufficiently fertilized by nitrogen، يعني اذا هي كانت ضعيفه بالنيتروجين، بالتالي النبات اللي هو مثلا الماسترد راح يبدي يصنع higher quantities of glycosinolates. زين، فيعتمد على شنو موجود بالتربه. زين، distribution of glycosinolates varies among plant organs. زين، qualitatively and quantitatively، يعني كذلك يتغير او يعني يتباين نوعيا وكميا. سبب هذا التذبذب او التباين النوعي والكمي among different plant organs، يعني حسب اجزاء النبات ممكن يتغير نوعيا وكميا. ممكن تكون بالجذور نوع ويكون عندنا بنفس النبات مثلا بالاوراق نوع اخر، والكميه كذلك ممكن تتغير حسب عمر النبات وال يعني المرحله الواصل لها مظهريا او يعني بنمو النبات. مثلا عندنا مثلا البروكلي سبراوتس اللي هي هذا القرنبيط الاخضر، السبراوت معناتها اللي هي البراعم اللي استوها طالعه، تحتوي على 15 times more glucofanin than mature broccoli. زين، هاي المعلومه ليش موجود عندنا اكثر 15 مره جلوكوفانين اكثر من المشهور؟ طبعا هاي سببها نفس ما حكينا بالمحاضره السابقه، انه غالبا فور ديفنس دائما تكون موجوده بالاجزاء اللي هي الجينيريتيف تيشوز او النيولي فورمد بلانت بارتس، وبالتالي هاي حتى يحمي النبات نفسه من واحد من الكائنات الحيه تيجي تتناولها فيصنعها بالاجزاء اللي هي نيولي synthesized or newly formed. الأجزاء القديمة راح تقل أهميتها، وهو النبات اللي يتخلص منعتها فتكون كميتها أقل بها، هاي اللي هي الجلايكوسايز مثل الثيوغلايكوسايز. زين، the role of defensive compound against generalist herbivores مثل الحشرات. زين، they are involved in plant recognition. زين، هاي other uses of these thioglycosides، انه ممكن انه النباتات يصير بينها communication. زين، او بعض الاحيان هي حتى انه تجذب الحشرات، انه تجي حتى مثلا الفراشات الى اخره، حتى تجي تسوي لها fertilization. زين، وكذلك هي جذابه للانسان لان تعطينا اللي هي السبيشال كاركترستيك اوف تيست اند سميل، اللي هي الاورجانوليبتيك بروبرتيز، اللي هي التجربه الحسيه، انه الانسان يستذوق او يحب هذه المركبات او نكهتها، فلذلك ينجذب لها وياكلها. فاللي هي الاورجانوليبتيك بروبرتيز او هي الخواص الحسيه الانسان اللي هي ينجذب لها. زين، شنو اهم النباتات او الفاميليز اللي تحتوي على الثيوغلايكوسايز؟ مثلا عندنا الوايت كباج اللي هو اللهانه، البيضه اللي هي تحتوي على البراسين، الماسترد يحتوي على الجلوكوفارين. زين، الريب سيدز. زين، هذا نوع من انواع الوايلد ماسترد. البروكلي يحتوي على الجلوكوفانين. الوايت ماستر عندنا السنالبين، الهورس راديش هذا نوع من انواع الفجل يحتوي على السنجرين، البلاك راديش هذا هم نوع اخر من انواع الفجل اللي هو يحتوي على الجلوكوفانين السنجرين. عندنا نبات الخباز اللي هو ناستورتيوم او ناستوريوم، اللي يحتوي لنا على الجلوكوتروبولين. زين، اللي هو هذا شكل نبات الخباز. آه،
الهورس راديش هو الفجل الابيض زين، البلاك راديش هذا الفجل عندنا، هذا يمكن احنا ما شايفين او ما شايفين بالعراق، اللي هو الفجل الاسود، وعندنا الفجل الاحمر هو هذا نوع من انواع الفجل بيحتوي على الثيوغلايكوسايدز. زين البيولوجيكال اكتيفيتي او البايو اكتيفيتي اوف ثيوغلايكوسايدز، طبعا الفيزيولوجيكال افكتس ديفايدد اكوردنج ذا كومبوزيشن برودكتس اوف انتو 3 جروبس. زين احنا قلنا انه الثيوغلايكوسايدز هي فاريبل ان ستراكشر، متنوعه او هاف ا دايفرس كيميكال ستراكشر. بالاضافه الى هذه الحقيقه انه these chemicals or these glycosides upon hydrolysis will produce diverse decomposition products، اللي هي مكونات او product او مكونات التحلل. زين اذا تحلل هذا النبات او العفو الجلايكوسايز صار لها هيدروليسيس صار لها decomposition، راح يطلع عندنا different products او by products بسبب الري arrangement، فممكن يطلع عندنا aliphatic thioglycosides مثل السنجرين. ممكن تشتغل لنا هذه as a new anti-nutritive اللي هي المركبة أو اللي هي الدراجز أو المركبات اللي هي تمنع عنا امتصاص النيوترينتس. الانتي-nutritive anti-nutritive effects اللي هي المركبات او الدراجز اللي تمنع امتصاص النيوترينتس from the body، فراح تعطينا goitrogenic effect. زين تعطينا هذا الافكت اللي هو تضخم الغده الدرقيه thyroid gland enlargement، فممكن تعطينا antimicrobial antifungal. زين فمثل شنو عندنا قلنا اهم واحد بيهن اللي هو الجويترين او اللي هو جاي من ال يسبب لنا الجويتر الغده الدرقيه. زين ليش يشتغلن as an anti-nutritive؟ بسبب انه راح يمنع الانكوربوريشن اوف ايودين وذ thyroxine. زين هسه راح نجي نشوف شلون الميكانيزم اوف ذيس انتي نيوتريف افكت. ذا سكند هيدرو سكند جروب اللي هي الهيدروكسيل اليفاتيك. زين الهيدروكسيل اليفاتيك اللي يعني الكومباوندز اللي بيها هيدروكسيل جروب اللي هي مثل هذه. الهيدروكسيل اليفاتيك ثيوغلايكوسايدز اللي بيها هيدروكسيل جروب. هسه قبل شويه احنا قلنا الاليفاتيك. زين قلنا السكند جروب اللي هي اوف كومباوندز راح تعطينا ديكومبوزيشن برودكتس اللي هي الهيدروكسيل اليفاتيك ثيوغلايكوسايدز اللي بيها هيدروكسيل الاليفاتيك
قبل شوي حكينا عنها مثل هسه هذا الكيميكال ستراكشر هو نفسه زين بس عندنا نانا هيدروكسيل جروب زين البروغايتورين strong goitrogenic effect بسبب الهيدروكسيل isothiocyanin products اللي هو هذا البرودكت اللي هو 2 اوكسازوليدين ثيون 5 جويترين از اوبزيرف هسه نجي نشوفه هذا الستراكشر زين الثيرد جروب اللي هي الاروماتيك اللي بيها اروماتيك رينج مثل هذا مثل الجلوكوبراسين فبالنهايه اذا صار الهيدروليسيز راح يطلع لنا ديفرنت كيميكلز of aglycones وهاي الاجليكونز يصير لها ري ارانجمنت زين فتعطينا ديفرنت بيولوجيكال اكتيفيتي اهمها اللي هي واحده من عندها اللي هي الجويتروجينيك افكت زين اللي سبب لنا الجويتر تضخم الغده الدرقيه زين الستيريو ايزومريك جلوكوسينوليز البروجايتورين اللي هي اند ابي Progitorin exert highly diverse biological effects on organ and body weight in rats. اللي بيها stereoisomer اللي بيها اللي هي نفسها هسه قبل شوي حكيناهن اللي صار بهن stereoisomeric هي هاي نفسها المركبات اللي حكيناها قبل شوية. هاي الكربون شايله اربع جروبات مختلفه فيصير عندنا هنا كايرال سنتر زين هاي هنا عندنا اتش فلما يصير عندنا كايرال سنتر فراح يصير عندنا ستيريو ايزومرز ممكن تكون هذه الفا ممكن تكون بيتا مثلا فلهذا السبب يصير لها ستيريو ايزومرز جلوكوسينوليز فالبروجويترون كمثال عليها يصير له بعد ما يصير له هيدروليسيس باي مثلا مايروزينيز انزيم هذا الانزيم راح يعطينا ديفرنت اجليكون او هو راح يعطينا هيدروكسيل اليفاتيك اجليكون وهذا الهيدروكسيل اليفاتيك اجليكون يصير له ري ارانجمنت وبالتالي راح يطلع عندنا ديفرنت كيميكلز اوف ديكومبوزيشن برودكتس زين سولفو رافين presents in broccoli sprouts and mature broccoli plants have been shown to be protective against induced cancer and at a variety of sites. طبعا هذا هو structure of sulforaphane. هذا هو الثيوغلايكوسايد هذا هو السلفولوفين الموجود بنبات البروكولي اللي هو القرنابيط الاخضر طبعا القرنابيط الاخضر يعني من طرائف انه كان يحب الرئيس بوش ف هاي معروفه عنه هاي المقوله فشنو فائده هذا السلفولوفين بروتكتيف اجينست كانسر هو مشهور انه بفوائده ضد الكانسر طبعا كفود نوت كدراج زين the glycosides are applied topically as mustard oil زين هذا يستخدم ك روبوفيشنت يعني يستخدموه خاصه بالمساجات زيت الخردل هاي شنو شو يسوي لنا طبعا يسوي لنا vasodilation local vasodilation اذا تناولنا المسترد ممكن يساعد ستيمولت اوف دايجستن بس but when it is administered in large doses act as emetic and also it has a fungistatic antibiotic properties فهاي شنو هي هاي البايو اكتيفيتيز شو يسوون هذين البلانتس اذا احنا تناولناهم the main component of nasturtium oil اللي هو نبات الخباز is benzyl isothiocyanate has a potent antibacterial antifungal properties and is employed in treatment of bronchial and urinary tract infection. زين هذا عندنا برودكت عليه. زين
other degradation products of glucobrasine اللي هو الاندول 3 كاربينول. هذا البرودكت طبعا الباي برودكت مهم. طبعا ماي مودريت استروجين ميتابوليزم هاف انتي اوكسيدنت انتي اثيروجينيك اكتيفيتيز. يقلل ميتابوليزم اوف استروجين عند انتي اوكسيدنت مضاد للفري راديكلز وانتي اثيروجينيك اكتيفيتيز، يعني يمنع تكون الجلطات بس العفو او التصلب الشرايين. بس دي مشكله اساسيه هذا ال هذا البرودكت راح يصير له ديفرنت او راح يصير له انذر ري ارانجمنت. هسه احنا هو هذا مو عندنا تيجو لايك صاير له ري ارانجمنت ابون هايدروليسيس، هذا راح يصير له ديفرنت ري ارانجمنت. هسه نجي نشوفها البرودكت اوف ري ارانجمنت او نيكست ري ارانجمنت راح يكون له باد هيلث افكتس. النيتروسيتيكال ابلكيشن اوف ثيوغلايكوسايدز، يعني النيتروسيتيكال القصد بها اللي هو الفود اللي ممكن يسوي لنا امبروفمنت اوف هيلث. زين، ف كمثال عليها اللي هو الفود اللي تحسن لنا الصحه، مثلا هاي اذا ذكرنا لكم اياها بصف ثاني، مثلا حليب الاطفال اللي هو يكون مدعم بديفرنت امينو اسيدز. فالقصد انه النيتروسيتيكال ابلكيشن اوف ثيوغلايكوسايدز شنو هي الهيلث افكتس اوف ذيس plant material as a food. زين، فأهم واحد بيهن اللي هو anti carcinogenicity اللي هي عرفناها أو شفناها بنبات ال السلفوروفين اللي هو موجود بنبات البروكلي has been recently reviewed in vitro زين and animal experiments. فلما نقول هاي حتى راجع لكم هاي كلمة in vitro معناتها in vitro assays and animal experiments. يعني شنو أهمية هذا الحكي؟ زين، معناته أنه أهميته كلش قليلة. زين، يعني أنه هذا من ناحية الدليل العلمي الـ nutraceutical application كأنتيكانسر هي مو قوية كأنتيكانسر كدرجز. زين، بس هي مفيدة أنه لأن عندنا دليل علمي يقول أنه بالانيمال اكسبيرمنتس والان فيترو اس ايز، يعني مثلا بالسيل لاينز انه نجيب خلايا ننميها بيتري ديش ونخلي عليها مثلا الثيوغلايكوسايز راح تعطينا انتي كانسر افكت. بس هل معنى هذا انه هاي المركبات ممكن تصلح كانتي كانسر دراج؟ هذا بحث اخر. زين، نحتاج لها هوايه عوامل حتى نقول عليها دراجز كادويه. بس بحالتها هذه هي يوسفول nutrients useful كفود not a drugs it is a healthy food. زين، طعام او غذاء صحي وليس ادويه. زين، epidemiological evidence الدراسات الوبائيه او الدراسات اللي هي الobservational studies اللي هي الدراسات اللي احنا نراقب بها الناس. زين، شو تقول هاي الدراسات؟ يعني تقول هاي الدراسات انه البيبل اللي يتناولون البروكلي، الكباج، البروسل سبراوتس، الكاليفلاور، ذني الفيجيتابلز are associated with reduced cancer risk and the association appears to be most consistent with lung, stomach, colon, rectal cancer. زين، فاكو بعض الكلمات لازم نركز عليها اثناء ما احنا مثلا نقرا. فمثلا كلمه association. زين، شنو ليش نقول انه لازم نركز على هاي الكلمه association؟ لان لها دلاله مهمه حتى نفهم شنو هذا الحكي. لان بعض الاحيان لما تقرا بالاخبار بالتلفزيون او بالانترنت الى اخره
راح يقول لك مثلا اكتشاف مادة مضادة للسرطان مثلا بالفجل او بالقرن الابيض الى اخره، فمعناتها انه نكيف او نفرح حتى انه تكون كعلاج زين، بس بالواقع هم ما مفتهمين الحكي مالت البيبرز او الساينتفك بيبرز او البحوث العلميه. فهو مثلا بالبحث كاتب اسوشيشن مثلا، هاي الكلمه اللي هي associated with reduced risk and association appears to be consistent with. فالقصد الاسوشيشن لها تعريف خاص بالعلم، اكو مصطلحات لها تعريف خاص او استخدام خاص بالعلم. فشنو هاي المصطلح، شنو القصد به بالعلم؟ طبعا الاسوشيشن او الكوريليشن زين معناتها الارتباط او الترافق زين، does not mean caused زين، مو معناتها انه السبب زين، اكو علاقه ترابطيه اكو علاقه سببيه. معناتها لما نقول انه مثلا البروكلي او الكوليفلاور caused anti-cancer effects يختلف عن ما انه نقول الكوليفلاور او البروكلي is associated with reduced cancer effects or reduced cancer tumorigenic effects. فالقصد انه الاسوشيشن معناتها اكو علاقه ترابطيه مو علاقه سببيه. العلاقه السببيه انه دايركت ايفيدنس، انه عندنا دليل مباشر انه يقول لك انه اذا انت اكلت قرنابيط ما يصير بك كانسر، بينما الاسوشيشن لا، ممكن هواي ناس ياكلون قرنابيط بس بالنهايه يصير بهم كانسر. ليش؟ لان هاي علاقه ترابطيه. طبعا ممكن انه جينيتك فاكتورز تلعب، الانفايرومنتال فاكتور، حتى لو مثلا هو ياكل قرنابيط مثلا تعرض الى اشعاع قوي مثلا اكس راي، بالنهايه 100% راح يصير بيه كانسر. فيعني بس مو معناته انه ما دام ياكل قرنابيط ما يصير بيه مستحيل كانسر، اللي هو يعني هذا علاقه سببيه. ف شنو هي الابيدمولوجيكال ستاديز؟ الابيدمولوجيكال ستاديز مثل عندنا الكيس كنترول ستادي. كيس كنترول ستادي شلون يسووها؟ انه يشوفون الناس تاكل مثلا، ناس تاكل يراقبوها مثلا، اللي يراقبون ياكلون مثلا فاست فود الاكل الغير صحي، والناس اللي ياكلون اكل صحي مثلا الناس اللي عايشين بمنطقه البحر، حوض البحر المتوسط الميديتيرنيان اريا، يراقبون اكلهم زين، فيشوفون ايش قد نسبه اللي يصير بهم كانسر مثلا اللي ياكلون اكل غير صحي، وايش قد يصير كانسر باللي ياكلون اكل صحي. فهذه اللي هي تعطينا نتيجه، اللي هي هاي يسمح لها observational study، دراسه مراقبه للناس. ف الobservational study تعطينا علاقه او associated association result، اللي هو او not او association relationship، او اللي يسمح لها كذلك correlation relationship، العلاقه الترابطيه، not a causation زين، مو علاقه سببيه. يعني الناس اللي ياكلون فاست فود اكو من عندهم بالنهايه ما يصير بهم كانسر. ف الفاست فود بهاي الحاله معناته هو not a direct effect or cause of cancer. ف هاي معنى الكوريليشن اور اسوسيشن. وكمثال اخر على هذا الحكي، مثلا البيبل اللي كل الناس اللي راح يشربون مي بالنهايه يموتون زين، فهاي علاقه كوريليشن بس مو كوزيشن، انه الووتر مو هو سبب الوفاه، هاي علاقه ترابطيه. فحتى لا نربط او نخبط بين الكوزيشن والكوريليشن او الاسوسيشن، اثناء ما مثلا ان شاء الله بالمستقبل تقرون بحوث او تسمعون اخبار بالتلفزيون او بالانترنت زين. فهذا بحث لطيف زين، الميديتيرانيان دايت اند كانسر ريسك. الميديتيرانيان دايت اللي هي الغذاء الموجود بحوض البحر الابيض المتوسط، اللي هي الدول مثلا شمال افريقيا، دول اوروبا مثل اليونان، تركيا، لبنان، هاي الدول الدايت مالتها صحي غالبا، هو مرتكز على variable vegetables and fruits. فشافوا بالدراسه انه عندهم reduced risk، وخاصه بزيت الزيتون والى اخره. ف فالباحث بهاي البحث هذا شو يقول؟ ده يشجع البيتزا، يعني هذا الظاهر مدفوع له فلوس من جماعة البيتزا.
regular consumption of pizza زين showed a reduced risk of digestive cancer. فهاي الحالة معناتها we can eat pizza اللي هي بها vegetables, the vegetable pizza. Pizza could be, however, simply be an indicator of typical Italian diet. اللي هو أكثر شيء يأكلوها بإيطاليا وسبب إنه عندهم كانسر قليل أو بالمقارنة مع بعض الدول مثلاً أمريكا لأن الدايت مالتهم بها many vegetables, many healthy food. بالتالي كمؤشر على هذا الشيء إنه شافوا بالمراكز اللي يتناولون بها أكثر بيزا راح يصير عندهم lower rates of cancer. فبس مو معنى هذا إنه البيزا هي treatment of cancer. هذه associated association or correlation. زين فهاي الطفلة قاعدة تتناول بيزا ك healthy food زين لأن بيها قلنا vegetables بيها many nutrients فتعتبر ك healthy food not a treatment of cancer. زين الفينيل ايزوثيوسانيز has been shown to inhibit induction of esophageal cancer in rat and mouse models. زين فنرجع مره ثانيه نذكركم بالهرم الساينتفك هايراركي اوف ايفيدنس انه هذا الحكي معناته من ناحيه الادله العلميه الدليل العلمي قليل القيمه. As was previously reported, postmenopausal women consuming 1 to 2 servings of brassica vegetables daily had a 20 to 40% decreased risk of breast cancer. النساء بعد postmenopausal بعد سن انقطاع الدورة الشهرية إذا يتناولون وجبتين باليوم من الخضروات اللي بيها مثل قرناريط فجل إلى آخره من البراسيكا فيجيتابلز الكاليفلاور البروكولي راح تكون عندهم 20% إلى 14% lower risk of cancer. Then, isothiocyanins as a potent inducer of phase 2 detoxification enzymes increase the metabolism and detoxification of carcinogens in vitro and animal models. Then, and also inhibit mitosis and stimulate apoptosis in tumor cells. فهذا الحكي كله هسه نقوله بالانيمال مودلز يعني مو كلش من الناحيه العلميه نقدر نطبقه على الانسان. زين ف شنو هو الفيس 2 ديتوكسيفيكيشن انزيمز؟ اي دواء او اي ماده غذائيه نتناولها راح تتعرض الى بعد ما يصير لها ابزوربشن مثل هذا السكيم اللي عندنا. هذه هي الفارماكوكاينتيك. زين الكاينتيك اوف اني دراج ماتيريال اور plant material راح يصير لها بعد ما نتناولها after absorption راح يصير لها distribution انه تنتقل كل انحاء الجسم. زين فوراها يصير لها metabolism اللي هو الايض. زين الميتابوليزم ب two phases. الفيز 1 اللي هو cytochrome ب enzyme راح يصير لها oxidation مثلا خاصه اذا عندنا احنا تناولنا أدوية أو مركبات يكون لايبوفيليك. زين فحتى خاصة إذا مركبات كيميائية سامة مثلا تكون حتى يتخلص جسم الإنسان منها هاي المركبات اللايبوفيليك كومباوندز شلون يتخلص من عندها لازم يسويها مور هايدروفيليك. فشلون يسويها هايدروفيليك هاي المركبات السامة اللي هي اللايبوفيليك يسوي لها اوكسيديشن باي سيتوكروم بي انزيمز. هذا الفيز 1 زين اوف ديتوكسيفيكيشن. الفيز 2 اوف ديتوكسيفيكيشن اللي هو هذا اللي يصيحوا له الكونجوجيشن. بعد ما تاكسد صار عندنا هيدروكسيل جروب بالكيميكال ستراكشر راح يضيف له يسوي له كونجوجيشن وذ مثلا جلوكو رينويد او جلوتاثيون الى اخره. ف الايزوثيوسينيز بوتنت انديوسرز. فالايزوثيوسينيز شو تسوي؟ تحفز هذه الفيز اللي هي الفيز 2 اوف
conjugation pathways، فبالتالي هي تساعدنا على الديتوكسيفيكيشن. بس هذا الكلام اثبتناه داخل المختبر مو داخل جسم الانسان، بس بالنهايه تبقى هاي كهيلثي فود. زين، الفارماسيوتيكال ابلكيشن اوف ثيوغليكوسايدز، الجليكوسينيليتس containing plants drugs can be used in form of ointments, compresses, liniments or plasters. طبعا هي هذه الاستخدامات قليله في هذا العصر صارت، اللي هي بلاستر ماستر بلاستر او اوينتمنت. اوينتمنت او بلاستر، زين، فمو كل الشائعه هذه الاستخدامات حاليا، لان صار عندنا بيتر دراجز. The mustard compress or plaster is still used for bronchial infection and detoxification in chronic diseases. لحد الآن طبعاً هاي كل شيء موجود، فمثلاً هسه هذا اللي تشوفوا هذا يعني منتج تركي، فالقصد إنه شنو فائدة هذني يستخدمن for bronchial infection and detoxification in chronic diseases. عرفنا ليش إنه كديتوكسيفيكيشن، لأن نسوي إندوسين أو إندكشن أوف فيز 2 ديتوكسيفيكيشن إن ليفر، وبرونكيال إنفكشن لأن بيها أنتي بكتيريال إفكت. طبعا الماسترد أويل قبل شوية حكينا قلنا لكم استخدموه بالمساج كروبيفيشنت، بس إذا استخدمناه فور لونج بيريانس راح يسوي لنا بلسترينج، زين، راح يسوي لانه هو هايلي كوروسيف. كل المركبات اللي تحتوي سلفر هي كوروسيف كومباوندز، ف لازم نحذر انه اذا استخدمنا الماسترد اويل فور لونج تايم ماي كوز بلسترينج اند بيرمننتلي سكار ذا سكين، راح يسوي لنا ندوب دائميه بالجلد. فطبعا الماسترد هذا اللي احنا نتناوله الموجود بالمطاعم بالأسواق إلى آخره يختلف عن الماسترد اللي هو الخردل اللي يستخدموه بالحروب كغاز. زين، غاز الخردل هذا كان موجود عندنا بالعراق، نستخدمه كسلاح كيميائي أثناء الحرب العراقية الإيرانية، زائدا حلبشة ضربناهم بالغاز الخردل، وداعش كذلك استخدمت غاز الخردل ريسنتلي يعني. فإذا تشوفون هذا الجندي صار بيه تشوهات بسبب غاز الخردل الكيميائي اللي هو هذا structure مالته، ما له علاقة بالماسترد، حتى ليصير عندكم confusion. الماسترد الموجود كفود ما بيه هذا الكيميكال structure، بس هو both contain sulfur. فطبعا هاي يعني عبارة أن تقروها عن نيرس عن تأثيرات هذا الغاز وشون يسوي عذاب للإنسان إذا تأثر به. The plant drug containing thioglycosides are mainly black mustard seeds, white mustard seeds, black radish are used as rubefacient, anti-arithmatic, anti-arthritic drugs اللي هي كأدوية للروماتيز والالتهاب المفاصل. Black mustard ممكن يستخدم as local irritant. زين، and emetic. قلنا إنه إذا at low doses ممكن يساعد إنه digestion. At high doses ممكن يصير emetic. الناستريتيوم اللي هو قلنا نبات الخباز يستخدم كأنتيبكتيريا أنتيفنجل، ويستخدم كذلك في المنتجات الجلدية for treatment of dandruff اللي هي القشرة ونيل alignments الأمراض الأظافر والجلد. زين، الادفيرس افكتس اوف ثيوغليكوسايدز، احنا قلنا الثيوغليكوسايدز هاف دايفرس كيميكال ستراكشرز، وهاي بما انه وهاي الدايفرس كيميكالز اللي ممكن تتحلل يصير لها هيدروليسيس، وبالتالي تطلع لنا فاريبل ديكومبوزيشن برودكتس. المين اورجانز افكتد باي ذيس برودكتس ار ثايرويد جلاند، زين، البانكرياس، الكيدني، الليفر. واحد من اهم الدراجز اللي يسوي لنا مشاكل صحيه اللي هو قلنا الجويتر
enlargement of thyroid gland اللي هو الجويترين. الجويترين is inhibitor of thyroid peroxidase او يسوي competition ويا الايودين، فبالتالي يمنع الايودين انكوربوريشن بالثايروكسين، وبالتالي راح يطلع عندنا ما راح الغده الدرقيه ما راح تصنع ثايروكسين، وبالتالي يصير عندنا الجويتر. زين بعض الاحيان مو بس عندنا جويتروجينيك افكت، الانتي جويتروجينيك افكت كذلك موجود بنفس النبات، فلذلك كانه واحد يعادل الثاني، فلذلك انه غالبا ما يصير هاي الحاله لان الا بحالات نادره، لان عندنا بنفس النبات هو انتي جويتروجينيك جويتروجينيك افكت. زين الاذر قلنا قبل بدايه المحاضره قلنا عندكم هذا المركب به فوائد طبيه كذلك وبه فوائد غير جيده او يعني باد هيلث افكتس بسبب الري ارينجمنت. شو يصير عندنا بهذا الكيميكال اندر اسيدك كونديشن اللي هو هذا يصير له condensation spontaneously condense to form compounds اللي هو هذا اللي اسمه الدايوكسين. زين كمختصر إلى الدايوكسين، هو الدايوكسين أي chemical compound في هاي الحلقة، ف has which is a toxic carcinogenic effect has a toxic and carcinogenic effects. Caution should be exercised if recommending long term intake of thioglycosanoid containing plants at doses well in excess of optimum dietary levels because of their possible mutagenicity, tumor promotion and carcinogenicity. لازم احنا نحذر انه نتناول هاي المركب النباتات for long term at high amounts، يعني هذا الخطر او شو وقت نبدي نتوقع يصير مشاكل، بس بالحالات الطبيعيه النورمال دايتري ليفلز واحد ياكل يعني بشكل معتدل they seem to be non toxic and even beneficial، حتى ممكن تكون مفيده as discussed before. طبعا الدايوكسين هذا كان مذكور او يعني جزء من قصه حلقة مسلسل هاوس، فتقدرون ترجعوا لها الدايوكسين تسمون بالدايوكسين اللي هو The Tyrant الدكتاتور، هذا كان بي يعني يشكون انه متسمم بالدايوكسين سوى الاغتيال بالدايوكسين. Metabolic Profile of Thioglycosides إذا تناولناها قلنا يصير لها Absorption وراء Absorption Distribution وراء Distribution يصير لها Metabolism. فالميتابوليك بروفايل اوف ثيوغلايكوسايد شو يصير لها احنا بعد ما نتناول هاي المركبات. Preparation of food can make large difference in raw material to both intake of glucosinolates and bioavailability of breakdown products. من الأشياء اللي تأثر لنا على كمية الثيوغلايكوسايد بالنبات بالإضافة لل قلنا الـ environmental factors عندنا الـ preparation، هذا new factor. زين الـ preparation of food اللي أثر كذلك على كمية الثيوغلايكوسايد، فصار عندنا هسه two factors. أول شيء قلنا الـ environmental factors تأثر على كمية الثيوغلايكوسايد، زائدا عندنا الـ preparation of thioglycosides or plant preparation اللي هو مثلا اثناء اعداد الطعام، مثلا اذا احنا شويناهن مثلا راح تختلف كميتهن عن ما مثلا احنا سلقناه للـ plant material، ف بالتالي راح ياثر على البيو افيلابيلتي. زين شنو معناته البيو افيلابيلتي؟ البيو افيلابيلتي يعني ايش قد واصل من هذا الدرج للـ blood stream، ايش قد واصل للدم، هذا هو تعريف البيوغلابيتي، مش قد واصل عندنا الاماونت اللي يوصل لل
little blood. زين. Cooking reduces the concentration of glucosinolates in plant tissue through thermal breakdown and leaching. بسبب التكسر الحراري وسبب التسرب من النبات, but also inhibits the bioactivity of or activity of myelosinase enzyme through denaturation of the enzyme. كذلك الحرارة تسوي denaturation myelosinase enzyme, بالتالي راح كذلك أثر لنا على كمية الثيوغلايكوسايدز. Lung and intestines represent the entrance points where the uptake of bioactive glucosinolates and glycosinolates derived compounds occur. شلون يصير absorption through the lungs؟ احنا نعرف ال absorption يصير من خلال الانتستين. طبعا الايزوثيوسينيز هي المولكيولر ويت مالتها يكون لو مولكيولر ويت بعد ما يصير لها ديكومبوزيشن, فبالتالي ممكن يصير لها انهيليشن اثناء ما احنا نمضغها مثلا, فيصير لها انهيليشن وبالتالي تدخل لللانجز, واذا دخلت لللانجز ممكن يصير لها ابزوربشن ثرو ذا لانجز. Upon the ingestion by humans, beta thioglycosidase enzyme الموجود بالمايكروفلورا gut microflora راح يكون مسؤول عن decomposition أو الhydrolysis of thioglycosides هذا بالإنسان. Two, their cognate isothiocyanate which presumably required to generate biological activity. Significant quantities of degradation products such as isothiocyanate metabolized nitrile or thiocyanase are excreted in urine and partially in feces. فهسا عرفنا بعد ما امتصصناهن هذني او سوينا امتصاص للدراج ماتيريال او للبلانت ماتيريال بعد ما تناولها الانسان ايش راح يصير لها الفيت مالتها مصيرها. اول شيء الابزوربشن يصير من اللانجز اور انتستين, بعدين اذا دخلت للانتستين ممكن يصير لها ديجريديشن. زين الديجريديشن شلون يصير؟ بها طريقه اللي هو بسبب الثيوغلايكوسايز. هاي بعد ما العفو هنا زين بعد ما يصير لها ديجريديشن باي ثيوغلايكوسايدز انزيم الموجود بالجت مايكروفلورا موجود بالانسان راح يتحرر عندنا الايزوثيوسينات اللي هي الاجلايكونز. الاجلايكونز راح تروح لل يصير لها طبعا rearrangement. زين اللي هو ممكن يصير نايترايل او ثيوسينيت الى اخره تعطينا biological activities, وراح بالنهايه يصير لها metabolism قلنا هي inducers of of phase 2 الليفر. زين الليفر راح يسوي لها conjugation, راح يسوي لها بالتالي يصير لها اخر شيء excretion in urine or in feces. هذا اللي هي من بدايه ما تناولناها لحد ما صار لها excretion, هذا هو الميتابوليك effect or الميتابوليزم of thioglycosides. فهاي بالنسبة للثيوغلايكوسايدز معلومات يعني كانت مختصرة عنها. أهم النباتات, أهم البيولوجيكال اكتيفيتيز, الادفرس افكتس, الفارماسيوتيكال ابليكيشن اند ناتروسيوتيكال ابليكيشن, زائدا الميتابوليك بروفايل مالتها شلون صار لها امتصاص وشلون صار لها اخر شيء بالنهاية, يعني شلون دخلت للجسم وشلون طلعت من الجسم. هاي هي القصة مالتها وشنو خواص الجلايكوسايد هذا من ناحيه الاجلايكون. قلنا انه هذا الاجلايكون بدايفرز كيميكال ستراكشر وهاي دايفرسيتي سببها الثيول جروب راح يصير له انكوربوريشن وذ دايفرس اكسبترز زين اور ديفرنت امينو اسيدز, وبالتالي هذا من ناحيه السينثيسيس راح تكون
عندنا النتائج مالتها تكون variable أو versatile، وهذين ال versatile compounds ممكن يصير لها conjugation with different sugars، وبالنهاية يطلع عندنا different chemical compounds which upon hydrolysis مثلا by myrosinase enzyme will lead to different decomposition products. راح يطلع عندنا مثلا أهم المركبات اللي هو الكاربينول اللي هو ذني اللي يسبب مشاكل صحية، والجويترين ذني اثنينات ذني الباي برودكتس اوف هيدروليسيس ممكن يسبب مشاكل. الجويترين ممكن يسبب الغده الدرق تضخم الغده الدرقيه، والكاربينول ممكن يسبب لنا كانسر بسبب اللي هو بعد اندر اسيدك كونديشنز يصير له كونجوجيشن ويصير بالنهايه دايوكسين. الدايوكسين هذا هو التوكسيك ماتيريال. فهاي لخصنا لكم اخر شيء المحاضره كلها من بشكل سريع. زين الفينوليك جلايكوسايز هذا نوع اخر من الجلايكوسايز اسمها الفينوليك جلايكوسايز، اللي هي الفينول as simple as كلكم اكيد تعرفون الفينولز. الفينولز اللي هي المركبات اللي تحتوي بنزل رينج بنزين رينج زائد هيدروكسيل، هذا هو الفينول. زين are defined as compounds that have at least one hydroxyl group attached to benzene ring. Examples of naturally occurring plant phenols are catechol, guaiacol, hydroquinone and fluoroglucinol. طبعا هذين اغلبهم هسه موجودات كدراجز حاليا بالصيدليات. فالفينول طبعا هذا اول دراج استخدمناه كانتيسبتيك، غالبا كانت العمليات تصير without antisepsis، يعني مثلا يجي الجراح ايديه وسخه سكينته او المشرط مالته وسخ، او مسوي بيه عمليه قبل شويه، او واقع بالقاع وراسا يجي شق المريض وروح الله وياك. فالقصد انه هذا هو فيرست انتيسبتيك، اول انتيسبتيك عرفنا بعد ما الانسان افتهم انه اكو جراثيم ممكن تسبب امراض، فقام يبدي يدور على مواد مركبات تقتل هاي الجراثيم. فكان يستخدموه كمست يعني يرشوه بالجو بغرفه العمليات او سطح الجسم مات المريض. فطبعا هذا اول دراج استخدمناه. طبعا هو هذا هايلي كوروسيف او يسوي لنا كيراتوليتيك افكت بي، لذلك يستخدموه حاليا بالخلطات بالصيدليات ككيراتوليتيك ايجنت، ممكن او يستخدموه لل يعني كوستيك ايجنت ماده حارقه مثلا خاصه بال الفيرال انفكشن مثل الفالول اللؤلؤي الى اخره، اذا الامراض اللي هي بسببها فيروسات او الفالول هذا العادي اللي هو الوارت يخلوها بها حتى مثلا يقتلون الفيروس. ف الريزورسينول كذلك هذا المركب موجود هم يستخدموه بالخلطات. زين فهذا هم يسوي لنا فازو دايليشن بال اذا خلينا على السكن. الهيدروكينون هذا يستخدموه كتريتمنت لل كوايتنينج وتريتمنت للكلف اللي هي الميليزما الامراض الجلديه بشكل عام. الفلورو جليسينول هذا كذلك ممكن يستخدموه فور بايلري ستونز للحصوات للسبازم للمغص. فذني different compounds بها phenol group تستخدم كأدوية حاليا. فشن هي هذه الفينولك glycosides؟ هاي هي كأمثلة على الفينولك compounds اللي بها phenol وتستخدم كأدوية. فقلنا الهيدروكوينون طبعا موجود على شكل كريمات، الفينول يسموه طبعا سابقا كاربوليك اسيد يستخدموه ك فور ستيرلايزيشن للتعقيم، والفلورو جلوسينول هذا يستخدموه لل
spasms للمغص لل سواء البيلاري اور ذا انتستينال كوليك. زين فينوليك جلايكوسايز ار جلايكوسايز او فينول. زين مركبات فيها فينول وارتبط بها شوغر as simple as that. زين البيسك فورمولا لها هي C6C1 أو C6C3، يعني هي مكونة من بنزين رينج زائدا كربونة ممكن تحتوي على كربوكسيل، و C6C3 ممكن تكون بنزين رينج وتحتوي على البروبان ستراكتشر اللي هي ثلاث كربونات. فكمثال عليها هو هذا C6C1 اللي هو هذا، أو C6C3 اللي هو هذا السيناميك أسيد إدريفيتيفز أو بنزيك بنزويك أسيد إدريفيتيفز. فهسا نيجي عليهن هذا نشوف شنو الكيميكال ستراكشرز مالتهم أو شون موجودات بالنباتات. زين plant containing phenolic glycosides أهم أنواع النباتات اللي تحتوي على الفينوليك جلايكوسايز وشين هي الموجودة نوع الجلايكوسايز الموجودة بها. مثل عندنا طبعا هي الفينولز جلايكوسايز widely distributed plant kingdom. كل البلانت كينغدوم بها فينوليك جلايكوسايز. أهمها اللي هو الساليسين. الساليسين هذا احنا ذكرناه سابقا اللي يصنع نقدر نصنع من عنده الأسبرين. زين موجود بعائلة الساليسيسي. زين العائلة الصفصافية. زين الأربيوتين هذا كلش مهم كذلك اللي هو موجود بالعائلة الروزيسي. العائلة هم مهمة جدا هذه. الجلوكوفانيلين اللي هو طبعا هذا بس بالفانيلا سبيشيز اللي هو هذا بعد ما يتحلل يطلع عندنا هنا OH. ف يسموها فينوليك جلايكوسايد كذلك أو ألدهايد جلايكوسايد من ناحية أخرى لأن بها نحن عندنا الألدهايد فهو 2 إن 1. ف among angiosperms benzoic acid derivatives phenolic acids and their glycosides are universal. يعني قلنا قبل شويه انه كل النباتات تحتوي على phenolic glycosides it is an universal phenomena. يعني ظاهره موجوده بشكل شائع كل المملكه النباتيه خاصه بالانجيوسبيرمز. the most commonly parahydroxy benzoic or proto caoic or vanillic and synergic acid. Less common salicylic acid اللي هو proto caoic acid اللي هو موجود بال Ericaceae family. طبعا salicylic acid قلنا هو less common plant kingdom موجود بس بالنباتات اللي هو نبات الصفصاف. Gallic acid is very reactive. زين هذا موجود بال woody plants بالنباتات اللي هي بها يعني جذوع خشبية كبيرة. And as a dimer اللي هو اللاجيك أسيد. الروزماريك أسيد distributed in Limiaceae family. Free phenolic acid relatively rare. يعني من القليل أنه موجود phenol as a glycone freely in plants. Usually bounded as glycosides as esters. Then also occur as a condensation products. The most important therapeutic plants listed in table هسه نشوفها. قلنا أهم نبات اللي هو السالكس ألبا أو هو نبات الصفصاف. هذا كنا يعني أهم نبات موجود بهاي العائلة أو بهاي الفينوليك جلايكوسايد اللي هو السالسين الجلايكوسايد. يشتغل كأنتي إنفلاماتوري أنتي بايراتيك أنتي روماتيك. الأوفر دوز مالته ممكن يسوي لنا انهبيشن فور بليتليت اجريجيشن اذا اخذنا اوفر دوز. الكلينيكال ترايلز يعني يعني بالانسان شنو الدراسات تقول بي مودريت انالجيك افكتس ان اوستيوارثرايتس اوبزيرفد. اولسو ويلو بارك واز يوزفول اند سيف فور تريتمنت اوف low back pain
contraindication, there is no contraindication, salicylate, the use should be avoided. إذا واحد عنده sensitivity for salicylate should avoid salicylate. فهذا أهم نبات مشهور وكنا نعرفه. قلنا نبات الصفصاف أو الويلو نستخلص من عنده السالسين من البار من الشجرة من القلف مات الشجرة. زين نبات آخر مهم اللي هو الأوفر أورسي فوليوم. زين البيربري ليف موجود بها الأربيوتين. الأربيوتين هذا هو عبارة عن هيدروكينون طبعا في هاي الأمثلة بس هاي الأمثلة اللي أنا أقولها هي مطلوبة. زين هذا وهذا زين موجود به أربيوتين عبارة عن هيدروكينون جلايكوسايد. زين يستخدم هذا أكثر شيء فور urinary tract infection UTI UTIitis التهاب المثانة. شنو هي السايد افكت مالته او الاوفر دوز شو يسوينا؟ نوزيا فوميتنج ماي اكر ديو تو ستومك اريتيشن طبعا لين بسبب قلنا به هيدروكينون اريتنت ذن الفينوليك كومباوندز كونترا اندكيشن شود بي افويدد ان كيدني ديس اوردر مثلا واحد عنده رينال فيلر عنده مثلا مشاكل بالكلى مالته لازم يتجنبها بس باليو تي اي يعني هذا بهاي الحاله ممكن نستخدمها and should be avoided during pregnancy. الاذر فينوليك كومباوندز اللي هي مهمه او الجلايكوسايز او النباتات اللي تحتوي على فينوليك جلايكوسايز هو نبات الايكاينيسيا او الايتشاينيسيا. الايكاينيسيا او الايتشاينيسيا هذا يستخدم فور تريتمنت اوف كولد اند فلو موجود عندنا بالصيدليات هواي يستخدموه. اللي هو هذا زين ال يستخدم for internal use for adjuvant therapy and prophylaxis of infection of upper respiratory tract and common colds. طبعا هو toxicity non-reported بس بي undesirable effect مثل hypersensitivity reaction and skin reaction. Skin reaction. Hypersensitivity to plant of Asteraceae not يعني شو وقت ما لازم نتجنبه او الكونترا انديكيشن مالته اذا كان عندنا هايبر سنسيتيفيتي او نوت ريكومندد ان اوتو اميون ديزيز مثل عندنا تي بي المالتيبل سكليروسيس اتش اي في انفكشن. النبات الاخر المهم اللي هو نبات الميليسا فوليوم. زين نبات احنا هذا موجود عندنا يعني بالعراق او منطقه الشرق الاوسط نبات صحة الميليسا انترنال يوز فور طبعا هذا يستخدمه كسيداتيف اكثر شيء تنسنس يعني العصبيه ريسلسنس اراتيبيليتي سيمبتوماتيك تريتمنت اوف دايجستيف ديس اوردر زين الجهاز الهضمي زين يحتوي على هاي المكونات الروزماريك اسيد اكثر شيء وكلوروجينيك اسيد كافيك اسيد الانترنال يوز اللي هو العصبيه ريسلسنس الاراتيبيليتي تريتمنت اوف سبازمز اكسترنال يوز توبيكال ابلكيشن يعني يستخدم فور هيربس فبي ماني يوزز يستخدم كانتي سبازموتيك انتي فايرال antimicrobial no toxic use have been reported in clinical studies دراسات السريريه have shown it is sedative and antiviral. clinical studies اللي هي احنا قبل ذات تذكرون بالhierarchy of scientific evidence تجي مرتبتها وين تجي هنا زين معناتها good evidence عندنا بالانسان انه هاي المركبات
تشتغل او هذا البلانت ماتيريال يشتغل ك انتي فايرال اند سيداتيف. زين البايو اكتيفيتي اوف فينوليك جلايكوسايدز شنو تشتغل هذه الفينوليك جلايكوسايدز؟ احنا قبل شوي حشيناهن اهم النباتات واهم استخداماتها، بس عندنا اذر يعني نيولي ديسكفرد possibilities of phenolic glycosides. مثلا عندنا نبات البرجينيا يحتوي على الاربيوتين، هذا طبعا حاليا دا يستخدموه مثلا هذا الموجود شركه ايسس يونيتون يحتوي لنا على الاربيوتين، هذا يستخدموه ك يعني مفتح للبشره الاربيوتين هو الاكتيف كونستيتوانت. زين النبات البرجينيا اللي هو هذا شكله. زين بالاضافه للتفتيح البشره او توحيد لون البشره، الكلف للميليزما، الاربيوتين هاز انتي فايرال افكت. زين بس شنو هذا الحكي؟ ان فيترو. زين اجينست هيربس سمبلكس بارا انفلونزا انفلونزا فيروس اي 2 and vaccinia virus at concentration of 10%. هذا الاكستراكت اذا احنا بدنا نستخدمه كانتي فايرال. Then arbutin is a major phenolic of Virginia inhibits tyrosinase enzyme. ليش يشتغل بتفتيح البشره هذا الاربيوتين اللي هو عباره عن هيدروكينون مرتبط بشوغر موليكيول اللي هي جلوكوز، ف بسبب الانهبيشن اوف تايروزينيز انزيم. تايروزينيز انزيم مسؤول عن تكوين الميلانين. اربيوتين also inhibits ميلانين برودكشن ان بي 6 ميلانوما سيلز هاي، يعني بالتجارب بالخلايا الموجوده بالبيتري ديش اللي هي السيل لاينز with الفا ميلانوسايت ستيميليتنج هرمون and decreases tyrosinase activity in cell-free system. فهذه استخدامات main use إلها حالياً، يعني هذا الحكي هسه إحنا نحكي كأنتي كانسر أو أنتي فيرال، هذا treatment الميلانوما هذا معناته كانسر سرطان الجلد او كانتي فايرال قبل شوي قلنا، بس هو mainly used now for treatment of skin disorder اللي هو الكلف. زين او تفتيح لون البشره، مو الا كلف، مثلا واحد اسمر يريد يصير ابيض ف ممكن يستخدمه. بس شنو المشكله بالته هذا الاربيوتين اللي هو المين اكتيف كونستيتوانت اللي يسبب لنا او يسوي لنا هاي الاشياء؟ لازم واحد اذا يستخدم هذا المركب المفروض ما يتعرض الى اشعه الشمس، يعني لازم ينتبه لليو في اندكس. اليو في اندكس هذا طبعا موجوده حاليا بكل التليفونات بالويذر فوركاست، يعني اذا احنا شفنا الطقس لازم ننتبه على اليو في. اليو في هذه ايش قد اكو يو في بالجو؟ فاليو في ممكن تتفاعل او تسوي لنا تفاعل ويا الاربيوتين، وبالتالي راح يسبب لنا تصبغات، يعني بدل ما انه احنا نتخلص من التصبغات راح تزود لنا وتسوي لنا دارك سكن. فلازم ننتبه لل او يعني لازم ناخذ اذا اردنا نطلع بالشمس لازم نخلي واقي مع الشمس حتى نحمي نفسنا من اليو في. زين اوليو كانثال هذا الاول قلنا قبل شويه اللي هي احنا حكينا البايو اكتيفيتي اوف فينوليك جلايكوسايدز، قلنا اغلبها هاي النباتات اللي حكيناها المهمه شنو بيها مركبات، بس اللي حكينا الاشياء اللي هي الجديده من الاشياء الجديده او النيو بايو اكتيفيتيز اللي هي مثلا اكتشفنا بال 2015 الاوليو كانثال از ا فينوليك كومباوند هاف بين ايدنتيفايد ان اوليف. زين اللي هو الزيتون اوليا يوروبا اويل اسم العلمي with in vitro anti-cancer activity، يعني هم نفس الحكي انه هذا الاوليف اويل بماده اسمها الاوليو كانثال
زيت الزيتون تشتغل ان فيترو بالمختبر زين بالسيل لاينز تشتغل كانتي كانسر، بس مو معناتها اذا احنا هذا الاوليوكانثال او الزيت الزيتون اشتغل انتي كانسر بالمختبر معناته انه هذا جود برودكت او جود دراج فور انتي كانسر. فعلى هذا الاساس اذا زيت الزيتون مفيد معناته الحمص بطحينه كان بي يوز از تريتمنت اوف كانسر، اند صابون الرقي كان بي يوز فور تريتمنت اوف سكين كانسر. ف دونت بي لايك ذس مان از ا جينيوس. ف اوليوكانثال هذا الكيميكال ستراكشر مالته هو عباره عن فينوليك جلايكوسايد فالاوليوكانثال قلنا بال2015 تقريبا شافوا له هذا التاثير اللي هو وين موجود بال يعني بال كأنتي كانسر اللاب زين بالانفيترو ستاديز بال نوت ان هيومن. زين شنو الفوائد الغذائيه اذا استخدمناها كهيلثي فود؟ الويلو بارك اهم واحد من هاي العائله اللي او اهم فينولك جلايكوسايد اللي يحتوي لنا ساليسين، شافوا به فوائد صحيه ذا كغذاء استخدمناها. واز ايفالويتد يوزنج ان فيفو ستاديز، ان فيفو اللي هي دراسات اللي هي غالبا داخل الانسان داخل جسم الانسان. The results obtained indicates the high bioaccessibility and bioavailability of phytopharmaceutical extracts from bark of Salix genotypes and can provide health promoting benefits to consumers. يعني إذا استخدمنا البارك كغذاء ممكن يعطينا health promoting benefits، يحسن لنا الصحة بس لا يعتبر كتريتمنت. Phenolic acids and their glycosides ubiquitous يعني شائعة and can be found in many plants species consumed as a part of the human diet in vegetables and foods and also in beverages. Health benefits from consumptions of these dietary compounds are obvious and well documented. Metabolic profile بعد ما نتناولها ايش راح يصير لها؟ أهم مثالين اللي هي الساليسين والأربيوتين. الساليسين يصير له هيدروليسيس بعد ما نتناوله باي after the administration of salicylic the hydrolysis take place and oxidation of benzyl ring راح يصير عندنا بالنهاية الساليسيليك أسيد راح يتكون. Salicylic acid is known for its modulating role in inflammatory processes. يشتغل كmodulator of inflammation. يعني ممكن يزود بعض الانزيمز من ناحية الactivity أو يقلل activity of other enzymes. فيسوي inhibition for activation of necrosis factor alpha B and down regulate the saccharooxygenase enzyme expression. Salicylic acid undergo further metabolism in liver and kidney. Cytochrome enzyme الموجود بالليبر راح يسوي له oxidation راح يطلع عندنا بالنهاية benzoic acid and catechol. بعدين يصير له conjugation with glucuronoid زين via ether or ester bonds. Finally راح يصير له excretion in urine. Salicylic acid has recognized antipyretic anti-inflammatory effects. هاي ندري بيها الساليسيليك الاسيتيل ساليسيليك اسيد اللي هو الدريفيتيف اللي هو السينثيتيك دراج الاسبرين صار بي نيو بيولوجيكال اكتيفيتي اللي هي يشتغل از انتي بليتليت. هاي بعد ما احنا نسوي لها كيميكال موديفيكيشن نطلع عندنا نيو بيولوجيكال اكتيفيتي اللي هي الانتي بليتليت افكت. زين الافتر انجستشن اوف اربيوتين اللي هو الهيدرو الموجود بالنبات البرجينيا مثلا اللي هو
هيدروكينون جلايكوسايد. الانتستينال فلورا راح يسوي هيدروليسيس، راح تسوي لنا الهيدروكينون اجلايكون راح يصير له فريينج، راح يتحرر هيدروكينون جلوكورونيت سلفيت استرز اكسكريتد ان يورين. ولهذا السبب وين the urine is alkaline pH مالته 8 hydroquinone can act a powerful antiseptic and astringent effect in urinary mucous membranes reaching maximum antibacterial effect after 34 hours after ingestion. طبعا هو به strong antibacterial effect اذا كانت خاصه اذا كان pH مالت اليورين هو alkaline، يعني اذا احنا سوينا acidification لليورين راح تقل الانتيبكتيريال effect مالته. طبعا اكثر شيء موجود كذلك نبات الاوفا اورسي فوليوم اللي هو safe for treatment of urinary tract infection. لهنا انا طبعا نكون احنا خلصنا هاي ال الفينوليك جلايكوسايدز. فاذا عندكم اسئله هسه نجاوب على اسئلتكم. فعندكم أسئلة طلابنا؟ يعني طلابنا التراكيب كلها مو حفظ، بس اريدكم تفهموها فهم. يعني مثلا اذا جبت لكم مركب مثلا الهيدروكينون جلايكوسايد او الاربيوتين، لازم تعرف شنو هو الهيدروكينون. الهيدروكينون هو يعني انه هو فينوليك، فاذا انت ما تعرف شنو هو الفينوليك كومباوند فمعناته كل شيء ما مستفاد من الماده. ف مبدئيا اللي هي كرسم انا بالامتحان ما اجيب لك ارسم لي الهيدروكينون او الاربيوتين ستراكشر مثلا، بس اطلب من عندك انه تكون انت فاهم هذا الاربيوتين، تعرف انه هيدروكينون تو هيدروكسيد. اسالك على الستراكشر، اجيب لك اسئله على الستراكشر بس مو اجيب لك انه رسم ارسم لي ستراكشر. طبعا الاسبوع الجاي ان شاء الله نسوي لكم امتحان بالماده كلها حتى تشوفون نمط الاسئله، حتى تراجعون الماده زين. ف الممثل مالتكم خليه هو حتى ننسق وياه ايش وقت يناسبكم انه نسوي الامتحان. حتى من هو الممثل مالتكم؟ اي رسول تفضلي.